صالح سم تعمل شيء؟ ما عرفتني؟ والله الشبه مو بغريب علي. أبو يوسف أبوك في الجنة أبو يوسف. يا هلا يا هلا ومرحبا. يلا حي شلونك؟ الله يحفظك. عساك طيب؟ بخير جعك بخير. وين 15 سنة عمر رجال ما شاء الله ما تغيرتها يا ابن الحلال. لا تقول شيء بس انت الدنيا خذتنا الله يعين بس عليها بخير. المهم وشلونك انت؟ وشلون اخوك ابو عامر؟ لا ابشرك ما شاء الله لا اله الا الله الممري عندي شغال وابشرك انه بخير وابو عامر بخير وطيب الحمد لله. المهم عشان ما اطول عليك عطني 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 رقم جوالك عشان اتصل عليك وتجيني في محلي. يلا ابشر ابشر بالرقم لازم نتواصل. ساعه المباركه عادي والله. اصبر لحظه افا الظاهر اني ضيعت الجوال. الظاهر انك مضيع من مطي من سنين ولا عارف كيف اهي. خلني اشوف ايش في البقاله. ناظر ناظر يلا اقول يا الحبيب تونا يوم شريت منك المقاضي ما لقيته جوال طايح ولا شيء؟ لا ما حصلنا شيء. العمال ما لقوه وجابوه عندك فيده؟ بشر لقيته. وشو؟ الجوال. ما لقيناه مو بفيده. لا لا طيب اخاف انك ناسيه في البيت. يوم اطلع من البيت وانا ما اخذها بيدي. لا 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 تدري؟ تعال 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 تعال. يلا يلا. الله يبارك بهالجوال اللي خلاني اشوفك يا ابو يوسف. الله مير يسلمك ويحفظك. اخاف يرجع الجوال راعيه ولا عاد اشوفك ابو عامر. يا رب اذكر الله تعوذوا من الشيطان. انا ضاق صدري من هالجوال وانتم تضحكون مو بوقته. ايوه رد رد اصص ايش ايش هل هلا وغلا بالطيب. اقول الجوال اللي معك تراه جوالي حقي وانا مضيعه. ياوة ياوة ام جوال هذا لقيتوه في المسجد. ها طيب سدبو يا لا تكثر في مهرج. دحين المرور يشبطني بمخالفه وانا اتهرج معاك فيان انت وانا اجيب لك مجوال حقك حتى عندك. كافو يا والله وجهك جعلك تسلم. اجل انا اكلمك الحين من جوال اخوي وفي بيت اخوي ابرسل لك اللوكيشن. والله يحييك القهوه زعبه. ها طيب سدبويا فماله. ابشركم اقله الجوال. يلا لك الحمد. الحمد لله هناك العقلان. ابرسل هاللوكيشن هناك خير احنا انبسطوا واستانسوا. اخلص علينا دقيقه النت معلق. فتح فتح جيب بطاقتك بسرعة. أصبر أبي بالواجهة. الحال ناظر الواجهة كلها محجوزة. أهم شيء أبي مكان قريب من اللاعبين عشان البليه إذا نكب أزبد له. طيب خلاص هنا زين. طيب هنا زين ولا ما تحضر معي؟ تخيل أروح معكم يا الطواقي يا أبوي. أنا فازع لك لأنك ما تفهم في اللابتوب يا الدبشة. لا يا شيخ أقول كمل جميلك ولا تسب يا القوطي. أكنسل؟ لا 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 فقراوي. ها أحجز أحجز أمسك. يا هلا يا هلا الله يحييكم الساعة المباركة. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. ويبقيك. الله يحفظكم. يا هلا والله مرحبا. المهم يا الغالي يا أبو عامر اللي فيه اليوم فيه الخير والبركة وما له داعي الكلام. الله يحفظك. هذه جت صدفة ولا أنا أسوي شيء وحقكم علينا واجب. إن شاء الله عشاكم عندنا بالمزرعة بعشر. كفو كفو والله أبو أخوي بيض الله وجهك. ولا يهون أبو سعيد الحقيقة لك معروف علي. يوم لقيت الجوال فيه صور عيالي وصور ام العيال فكن الله. المهم تراك انت بعد ما اعرف ايدك باسر العشاء في مزرعه اخوي. ابشر ابشر على هذه النخره. ولكن والله انه عيب عليكم كلام هذا. هذا واجبنا طال عمرك وكويس ان تعرفنا على هذه الوجيهه الطيبه. اما من ناحيه العشاء فترني ميجي ميجي. الله يرزقكم ويقويكم ويغنيكم. باسر ان شاء الله انا بمر ابو سعيد وبجي وياه المزرعه. بس تكفى ولا عليك امر ارسل لي اللي يقول عليه لوكيشن. ابشر يلا حافظكم الله. امان الله مع السلامه. مع السلامه تنسون. الله يحفظكم ان شاء الله ان شاء الله. تفضل يا اخوي الله يغنيك وتكثر خيرك. هاي اخيي وش تبين اسنع معك وادبر باسر في العزيمه؟ الله يخليك اللي تسويه مقبول. السلام عليكم. هلا ابوي عامر. هلا بعمي. عادي والله طيب. انا اقول البيت منور ما شاء الله تبارك الله. هلا يبا قهويتي ولا قهويكم؟ لا بتهوين خلي ادلها بسانه. اللي ابو عامر ورا ما تريح باسر وتخلي جعله يسلم عامر يسنع كلش ويدبر كلش. ايه بس عامر ما يعتمد عليه. افا انا خابر والله عامر رجال جيد وسنع من يومه صغير. قبل ما يتعرف على هالشلته التعبانه يسهر هو وياه طول الليل بالاستراحه وبالنهار يجي نافيده. وش السالفه يبا؟ لا تشوه سمعتي عند عمي. امحق سمعه. اسمع يا عامر ابوك باسر عازم الرجاجين في المزرعه الله يطول في عمره. وبيعطيك الدراهم وبك تجيب الذبايح وتسنع كلش. اي بس بكره قص تذكره مباراه الهلال ابو راح احضرها بملعب الجامعه. قايل لك اخوي ما ورا سنه هالداج هذا. جعل التذاكر ما تعود
اقول لك عزمت ابوك تقول هلال وما هلال. ابشر ابشر، خلاص احاول اخلص اشغالكم قبل المباراه. وش اللي تحاول؟ انا بمرح عندكم في ذا في غرفتك بعد. اما سنعك ابوك سنعتك انا من الفجر تقوم وتشتري الذبائح وتدبر كلش وتسنع كلش. ابلش وشو؟ ابشر يا شباب نبغى نخش ترند في السناب. كيف؟ انا اقول لك كيف. كفته هذه ورقتين زي بعض تمام؟ هذه تطلق عليها عبارية أباك تختارها، وهذه حطها في جيبك سوي مجنون. خلاص تمام؟ ياسر أبدأ تصوير. مساكم الله بالخير حبايب قلبي، اليوم جاي لكم عزوز خفة يد جديدة. إيش فكك؟ هنا الحركات البركات. كفتة نقي ورقة، أنا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. ممتاز نقيت؟ خلاص شوفوا يا متابعين هذه الورقة. ردها. تمام؟ تمام ها؟ خد انت عشان تتأكد. تتحداني اطلعها من جيبك؟ اتحداك اطلعها من جيبي اذا انت راجل. هيا. أعزائي المشاهدين شوف شوف. أوه وشلون كذا عزوز؟ تصدق إنك قوي؟ وريهم وريهم. لا 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 هذا تخبل، هذا تخبل، هذا لا 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 هذا مجنون، هذا مجنون يا جماعة. كيف 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 عرف؟ يا الله. كفتة نقي ورقة، أنا ما حاشوف شيء. سكر عيونك. أبوك يا القهر، يا ليتني معكم. أسمع ياسر، أنا عندي عمي محجر لي، أبيك تبيع تذكرة مباراة الهلال، يمكن ما أقدر أجي، أوكي؟ صرفها بتويتر. عامر، ورا ما تنام هالحين، امرح. أنا نايم، ممرح. وين نايم وأنت بعد أن ترغي بهالجوال تالي ذا الليول؟ تدري؟ هات الجوال، هات الجوال. وين؟ أنا بزر. إيه بزر، هات الجوال خلنا نمرح، هات، هات. حاطني جوال اقول لك حاطني سمسم. هات هات يلا امرح امرح. هاي اصلحك. عامر قم تعوض من الشيطان اشغلت لي. قم قم يا رجال ورانا مشاوير الواجب. اضربني اضربني، هذا هو الطلب. وذا ميت النجيف هذا. قم 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 يا عوز. قم وش ذا الازعاج؟ خلاص عشر دقائق واقوم. ما يخالف خذ لك ربع ساعة، ريح ريح. وش ذا التعذيب؟ وش ذا التعذيب؟ يلا قم، الحقني يلا، يلا وراي. الله الله يا عامر، المهمة الأول الذبايح، بيض وجه أبوك يا بعدي. أبشر. وين 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 انت وين رايح؟ ما تشوف يا عم مطبخ الذبايح. طيب وش اسوي بهم؟ ننزل نقول لهم اعطونا ذبيحتين ويوصلونها لنا بالاستراحه. معصي انصح اني تبي تفشلني قدام ابوك عند الضيوف. معصي لا، وش بيحطوا لنا من الذبايح؟ بيحطوا لنا طعمك سديش ولا فيها خراج ولا فيها طلوع؟ اترك عنك بربشه المطاعم، كون نشتري الذبايح بنفسنا ونختارها يا مال الغنيمه. يلا سوق الغنم يلا يلا. ابلش شو؟ ابشر يلا امرش. السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا يا هلا يا عم، الهرافة واللبانيات ابشر بها. كفو والله كفو. اقول يا ولدي عامر. سمي عم عادي والله بسنا عيدي اخترنا ذبيحتين تجمل ابوك قدام الضيوف. ابشر بعزك يا عم ما طلبت شيء. كفو. ها اختر واحد. هذا تعرف وش ذا؟ خروف. وانا قال لي اسمك يا عامر؟ قال لي اسمك؟ ادري انه خروف لكن هذا يا ولدي سديس هيرش كبير بيقضى غازكم وكهربكم ما استوى. اي بس كبير يكفي الضيوف كلهم. ما هو على الكبر يا ولدي، على العمر. لا صار لباني صغير ولا طعم منه. اقول عطنا ذاك الطري، عطنا ذاك الصغير اللباني.
طيب وشلون اعرف عمره؟ بسنانه يا ولدي. شوف ذي لبان صغير 3 أشهر 4 أشهر هذا اللي طبخته وزين الحمى. اي بس ما فرشت لونه. اقول قم بس نظف وجهك روح جيب الموتر بس قم. يلا ابشر. عادي ابو عطله اخوه عطله اخوه اثنين عطله اثنين ابشر اظهر اليوم والله. ما شاء الله اخلص يا عامر. يلا تكفى يا سنادي يا عامر الحق الحق على المطبخ نحط الذبايح ثم نروح طال عمرك للسوق نجيب الخضره والفاكهه وندبر كلش ونسنعه ونروح للحياله نفتحها وننظفها. حتى الخضره نقضيها بانفسنا. اجوش تبينا نسوي؟ تبينا نروح لذا الجوال ذا اللي يطبزون ذا اللي يسمه تطبيج ولا نكلمهم ذا اللي يوصلوا يجيب لي اي كلام؟ لا معصي نبي نروح ناكل السوق ونتقضى بانفسنا ونلمس كلش ونسنع وندبر نجيب الطماط والبصل والخضره والفاكهه والطيب والتمر بعد. ابلش شو؟ ابشر ابشر يا عم ابشر. ايه بعدي بعامر. يلا انتبه للطريق يا ولدي. بسم الله الله ما شاء الله الحمد لله على السلامه والعافيه. يا كومار كومار يا كومار كومار عرفك وين راح كومار؟ اجي 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 اجي. السلام عليكم. سلام ورحمه. شلونك طيب؟ كويس كويس. شوف يا كومار افتح الخيمه ونظفها وسنعها وشغل المكيف. المكيف هذا على طول خربان مكيف الخيمه هذا. اوف هذا اللي ما حسبنا حسابه. تدري خلي الباب مفتوح نظفها وسنعها ورش ذا الحديق عشان يجينا البراد من داخل إن شاء ولا الله. تنسى شب على القهوه وشب على الشاهي وسنع ودبر كل شيء. لا تصير مثل ذا الارفل ذا. زين كويس ان شاء الله. عادي والله بكومار سنايدي. شكرا. يلا يلا عط عط المقاضي نزل الباقي من السياره. يلا 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 نسنع كلش. يلا سلمت. سمعتم مني يا رجال؟ يعلم الله اللي جاب فكرة إن نقعد هنا بعد عشاء أشهد بالله إنه رجال قاحي. يعلم الله إنها فكرة حلوة وفنانة. عز الله إنك صدقت. فعلًا مكان جميل وحلو وهواء طلق يحبه قلبك. هذه فكرة عامر ما شاء الله عليه. فاجأنا فيها. أي والله ما قصر عامر. جاب الزوالي وجاب المراكي وفرش وسنع كلش. وين يروح؟ جينا لعمه. عامر 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 ما تسمع؟ سم سم يا عم سم. وشيك أصقه أنت؟ لا لا ما فيني شيء. أبيك الحين توديني للبيت زين ثم تعود فيه تسنع وتدبر كلش. أنا وأبوك بنجي بسيارتي عقب العشاء زين؟ زين زين بعدي والله أبلش شو؟ أبشر أبشر يا عم أبشر. يلا يلا يلا, يلا. أنا قدامك السيارة. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت بغيت 6 زوليات أجار يوم واحد. موجود الله يعافيك. أجل حطها لي بالونيت. أبشر. هلا ياسر. ها كم كم؟ لا ما يمدينا أشوفه حتى بالتلفزيون. أما الهلال لقم هدف. أكيد البلاي هو السبب. ما عليك بنعوضها. بنقلب النتيجة. يلا مع السلامة. يا كومار كومار. ايوه اجي اجي. تعال تعال. ايش في؟ شفت الزوالي ذي؟ ايوه كلهن نزلهن. كويس. سريع سريع بسرعه. ما في مشكله. يعلم الله يا معايا عطر فنان يعجبك كم ريحته يا اخي فنان. اقول لك هب لنا يا اخي اغنيه اللي تقول باهوتي شاب ومحاله قد لطيفي ولا تدري من الأغاني حقك. هلا ليت البكا برد غالي لا سيل وادي ما سلسلة. 1 2 3 4 5 باقي واحدة. ايش هذا باقي واحد؟ باقي واحدة اكيد نزلت كل اللي في الصندوق. كله هذا نزل انا سيارة هذا كله موجود. بس يا حبيبي انا قايل له 6 زوالي وهذه 5 زوالي. خلنا اروح اشوف ايش صار. روح شوف. سهرت ايام
ايامي ما عدت ليالي وحد. يا ست روحي يا ظهري ما ادري ما هو قابل لصمتي. يا ابو يوسف في عنك يا ابو يوسف. انا هنا انا هنا ابو سعيد انا لا اله الا الله حق ولا اله الا الله. هذا مكتوب من عند ربي سبحانه وتعالى. يا ولد يا ولد يا ولد تعال انا عند ابوك. ايدك دانا ايدك دانا غير علينا. يا ولد يا ولد الله لا يوفقه راعي زولية. هذا طلع راعي مزولية الله لا يوفقه. شل مزولية حقته وكبنا وراح. الله لا يوفق ظهري ظهري. بسم الله تبارك الحمد لله على السلامة والعافية. يلا يا كمار الفاكهة بسرعة بسرعة. يلا حيهم يلا حيهم. هلا والله ومسهلا. حطه هنا وروح جيب المويه. ما شاء الله ما شاء الله. من اللي فرش الدك هذي؟ انا. وش رايك؟ فكره ممتازه. بيض الله وجهك ونبوك. الله يبيض وجهك يبا. ابد شفت الجو نفاهات وزين قلت نستغل الدكه ونفرش هنا. صدقت يا ابوك عز الله طلع منك فايده. فايده هاي فايده يا رجل كلها زوليتين او ثلاث، وش بعت في خرطي؟ لو سمحت ستة. ست، ثمان، عشر، وش سويت يعني؟ ترى جار الوحدة بريالين، لا تقدم من علينا دالحين. هذا جزاتي يا عم، أجل تبينا نحشر الضيوف بالخيمة بدون مكيف وبالحر، هذا جزاتي الحين، قلت نحطهم هنا بالدكة نفاهات وبردات، شفت يبا شفت وش يقول عمي؟ وين ضيوفك؟ دقيت على أبو يوسف ما يرد. دقيت على مرة ثانية، جوالهم مقفل، وش تبيني أسوي؟ دق على ابو سعيد. تبشر تامر امر. انا عند ابوك انقلبنا يا اخي الله يقلب جشعتك. سعفنا ودنا معاك اي محل يا اخي. ابشر ابشر اخوي انا الحين اطلعك وتركب معي. هيا يا اخي خرجني خرجني سعفني جمالينك. في شوية انا عند ابوك انا عند ابوك. ياو ياو سلام 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 رفق 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 ابو عامر عشاكم وين الساعه 11 صار سحور مو بعشاء. الا ضيوفكم وينهم؟ عيدوا خير يا جماعه عيدوا خير عيدوا خير. جاء العشاء جاء. الحين وش سويت يا اخوي؟ سم العشاء وصل وضيوفك ما جو. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه والله البلشة. قم قم توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو يوسف وش اللي حاصل؟ احنا وين الحين؟ وش الموضوع؟ هسمع أقول لك وش الموضوع. يا ابن الحلال وصلنا مشوار حقنا. عجيب والله. مو هذا اللي جبنا لهم الذبايح. جونا هم وذبايحهم سوا. وراكم تأخرتوا. شوفت عينك. هذا هو. الله لا يعافيك. هذا العزولية. اي والله انه الله يهبها في وجهك. الله لا يوفقك. انا ياوه وش دخلني انا؟ الزولية اكبر من المطب ورا ما وخرت عنها. بعدين انا ما شفته وهي تطيح. كنت مشغول مكالمة مع ياسر يعلمني شلون البليه يكبنا بهدف. يعني انا مالي دخل. البليه هو السبب. بعدين تعالوا اجلسوا هنا. هذه كلها فاضية وذي خلاص ربطناها وبكلم المحل إنه ما عاد يأجرها لأحد.
كيف بديت. احنا شباب.